طيب نروح سريعا عشان وقتنا، نروح نشوف الصحف العالمية قالت ايه عن بطولة اوروبا او بطولة ابطال اوروبا هنا في المحترف. نبدأ الجولة سريعا من إيطاليا. لاكازيتا دي سبورت الإيطالية نشرت صورة الكرواتي إيفيان بيرزيتش لحظة شعوره بالحسرة بعد هدفي ليفربول، وقالت إنتر بياكل إيديه في دوري الأبطال، يلعبون ويقاتلون لكن ليفربول يفوز. أضافت كمان على نفس المستوى الدقيقة 75 هاكان بيضرب في العارضة وفيرمينو وصلاح قاسيان. لسه في إيطاليا تحديدا مع توتو سبورت الإيطالية ركزت على هزيمة إنتر ميلان أمام ليفربول 2-0 وكتبت الخطيئة. طبعا عنوان قوي جدا كمان اتحدثت الصحيفة عن رأي فابيو كابيلو في طبعا المهاجم الصربي ولكن مهاجم اليوفنتوس الجديد، وكتبت فلافوفيتش مثل إبراهيموفيتش. طيب سريعا نسيب إيطاليا ونروح سريعا لإنجلترا، تحديدا صحيفة ذا سان الإنجليزية، وعلقت على فوز ليفربول 2-0 على الميلان في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا، والرقم القياسي طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح بالتسجيل في 8 لقاءات متتالية خارج الميدان. وكتبت 8 لمحمد صلاح، النجم المصري قاد ليفربول إلى الاقتراب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف جديد خارج الديار. الصحيفة كمان اهتمت برغبة نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع بريشي، طبعا إيز ده لاعب كريستال بالاس. صحيفة أسبانيا ماركا الأسبانية ركزت على لقاء طبعا برشلونة، يمكن اللي يعني برشلونة بيلعب دلوقتي مع نابولي في الدوري الأوروبي للتأهل لدور ال 16، وكتب دياجو أو مالدو. طبعا مارادونا جونيور، هذا اللقاء هو تكريم مثالي للأسطورة الكبيرة مارادونا مثل اللي مثل طبعا فريق برشلونة وفريق نابولي. طبعا مارادونا الأسطورة الراحلة كان طبعا نجم من نجوم هذين الفريقين، بنتكلم على مستوى برشلونة وعلى مستوى فريق نابولي الإيطالي. الصحيفة كمان اتحدثت عن خسارة أتلتيكو مدريد في ملعبه 1-0 أمام ليفانتي، طبعا ده كان في لقاء مؤجل عن الدوري الأسباني، وكتبت يلمسون القاع. الصحيفة اهتمت كمان بالفرنسي امبابي نجم باريس سان جيرمان المرشح إلى الانتقال لريال مدريد، وكتبت امبابي يواصل خطته. سبورت ركزت، ده جريدة سبورت الإيطالية، ركزت على لقاء برشلونة نابولي في الدوري الأوروبي وكتبت أبدا يعني تحديا جديدا. تحدثت الصحيفة كمان عن فوز ليفربول امبارح على الإنتر 2-0، وتعادل كمان تعادل كان مثير جدا، تعادل باير ميونخ أمام سالزبورغ 1-1 في طبعا دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا. خلصنا صحافتنا، هنروح لفاصل سريع. بعد الفاصل ان شاء الله عندنا الناقد الرياضي الكبير احمد مجدي هيكون موجود معنا النهارده عشان نتحدث يعني بالتحليل والرؤيه الفنيه في مباريات ابطال اوروبا. كمان عندنا كمان لقطه وهنتابع فريقنا النادي الاهلي، هنتابع طبعا النادي الاهلي اللي عنده لقاء بكره مهم جدا امام الهلال السوداني من خلال مراسلنا هناك في الخرطوم، ولكن كل دوت خليكم معنا بعد الفاصل.